نروح مع حضراتكم دلوقتي لموجز أهم وآخر الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشددا على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته. وأشار الرئيس السيسي إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة. هذا وشهد اللقاء تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة. وقد أطلع الوزير بلينكين الرئيس السيسي في هذا السياق على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعربا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد. كما شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال بلينكين في تصريح خلال مغادرته الدوحة عائدا إلى واشنطن إن الولايات المتحدة ترفض احتلالا إسرائيليا طويل الأمد لقطاع غزة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع مصر وقطر لضمان عدم تصعيد الصراع بالمنطقة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية شرق مدينة حمد غرب خان يونس، كما استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شرق خان يونس. وفي وسط قطاع غزة أصيب عدد من الأشخاص بعد قصف مدفعية الاحتلال مخيم البريج، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من الأبراج في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. تبادل حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي القصف على طول الحدود. وأعلن حزب الله اللبناني أنه هاجم مقر اللواء المدرع السابع الإسرائيلي في ثكنة كتصافيا بالكولان المحتل، وأوقع قتلى وجرحى بين ضباطه وجنوده. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في منطقة المطمورة جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم رصد مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه الجليل والجولان، واعترضت الدفاعات الجوية عددا منها. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 10 أشخاص في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرق لبنان. أعلن الجيش الروسي أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 طائرات مسيرة أطلقتها كييف باتجاه موسكو في أحد أضخم الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب الأوكرانية. وأوضح الجيش الروسي أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء هذا الهجوم. وتخوض القوات الروسية قتالا عنيفا ضد القوات الأوكرانية في منطقة كوسك منذ 6 أغسطس عندما اقتحم الآلاف من القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا. أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في مارس الماضي على خطة استراتيجية نووية شديدة السرية تعيد لأول مرة توجيه استراتيجية الردع الأمريكية نحو جهود الصين لتوسيع ترسانتها النووية. وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يعلن قط أن بايدن وافق على النسخة المنقحة من الاستراتيجية التي تحمل اسم إرشادات التوظيف النووي، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرسال إشعار
اخبار غير سري الى الكونغرس بشان نسخه منقحه قبل مغادره بايدن لمنصبه. اعتمد الحزب الديمقراطي رسميا كاملا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في كلمة لها أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، حيث تعهدت بسيادة القانون في الولايات المتحدة، متعهدة برسم طريق جديد لبلادها للمضي قدما. And I promise you when I am president of the United States and Congress passes a bill to restore. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.